معروف عندنا منطقة الجزيرة كلها عقارب وافاعي، وان شاء الله الفيديو السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خلال ساعات اذا ما ياخذوا على المشفى او انت الدكتور احتمال يموت. طبعا هذا موجود بخان خان الغنم، وان اكثر الاماكن الموجود فيها العقارب. في واحد ثاني كمان، طبعا صار أكثر من مرة
عم اضربه ما عم يموت، وهذا كمان هذا كمان قتلته كمان كبير، بس هذا اكبر منه، يعني هذا اكبر وسام كتير. الى الموت، الى الجحيم، الى الجحيم وبئس المصير. الى الجحيم وبئس المصير. شوفوا قد ما هو كبير. هاد سادس عقرب عم نقتله، شبه بايت وفشكش الشاية. بس شوفوا يا جماعة، شوفوا هذا الشيء الأبيض على ظهره، طبعا كلها سم، كلها سم مواد سامة كمان. وهالعقارب يعني من الأنواع السامة كثير، اللي بتكون الملقط القدامي، هذا الملقط يكون نحيف. لما يكون هذا الملقط نحيف أو صغير، بيكون العقارب أنواعهم سامة. أفتو بشكي قوتشالي وان بتشوكن، وبشكي قوتشالي وان بتشوكن، أفتو بشكانا بلكي بشعرن يعني جارة وان فرخورتن، أفتو بشكي قوتشالي وان مزنش قوانا جارة وان هندكر. بيه الجمل منطقة جزيرة وكمسرة بطيبة المدربيسية، أفتو بشكانا بشعرن. وهيك يا رفقاتي، مثل ما شفتوا الفيديو كان عن العقارب، ومعروف عندنا منطقة الجزيرة كلها عقارب وافاعي، وان شاء الله الفيديو جاء